اختتمت أعمال الدورة التدريبية لتقوية قدرات أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي في رعتشات. ترأس الاختتام مريم جمعة عبيد ممثلة للسيدة الأولى هند دي بي إتنو إلى جانب ممثلة منظمة الدعوة الإسلامية رما جبرين أنجيني. دورة تدريبية مكثفة نظمت لإيصاله أعضاء الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرج جادة بحدث الرفع من قدراتهن وتزويدهن بالخبرات اللازمة. وخلال هذه الفترة القصيرة استطاع المحاضرون توضيح وشرح كافة المواضيع المهمة المطروحة. وفي التوصيات التي خرج بها المشاركات أكدت فاطمة زهرة رمضان أنهم يطالبون الحكومة بدعم المشاريع الصغيرة والمرأة الريفية وظاهرة مكافحة الفقر ووضع برامج لتدريب النساء بالإضافة إلى استقلالية المرأة وكذا تكوين لجان خاصة لمتابعة كافة أنشطة المرأة المسلمة بالدوائر المختلفة للعاصمة نجمينا. الأمينة العامة للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرج جادة من ناحيتها قدمت بعض من الإرشادات المهمة تتمثل في الإخلاص للأمل. قرار خاص للأعضاء الاتحاد، القرار شنو؟ أن يكون العمل بإخلاص وبتضحية. ممثلة سيدة البلاد الأولى مريم جمعة عبيدة قالت إن مثل هذه الخدمات لم تتوقف في العاصمة نجمينا بل ستطال كافة المدن والأقاليم الأخرى بحدث توسيع دائرة المعرفة في وسط النساء. وعليه ناشدت المشاركات بتقاسم المعلومات لأن دراسة النصوص واللوائح الخاصة بالاتحاد وتقنيات البحث عن مصادر التمويل تعتبر من الركائز الأساسية في هذه المهمة.